صباح النور مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج حديث الصباح والتي ترافقني في تقديمها زميلتي حياه. صباح النور حياه. مرحبا بك وسهلا عائشه. صباح النور، صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وسهلا. بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي حديث الصباح. حديث الصباح كما تعرفون نتناول فيه عده مواضيع تمس المشاهدين بصفه عامه وتمس المشاهدين اللي قاعدين في الدار هذا الوقت. وموضوعنا اليوم كما عارفه عائشه اللي يتكلم توجيه الموحد للطلاب الموريتانيين في الخارج. وطبعا اهلا بكم ضيوفنا الكرام، عبد الرحمن العيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبه الموريتانيين المتدربين في المغرب، والحافظ المهاب وهو رئيس رابطه الطلاب الموريتانيين المتدربين في تونس. طبعا قبل ان نبدا معهم حياه، نبقى مع هذا العنصر التمهيدي إذا كان جاهزا. يجهز لهنا نبدأ معكم الأستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن، من درا لين كمدخل للموضوع بصفة عامة، اختيرك تعرف لنا بعد قاع الصالون الموحد هذه العبارة شنو هي؟ رانا ندخلوا في أهدافه وبعدين. سابق عن السؤال، شاكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة. شكرا لك. وإتاحة الفرصة بالتعريف بها النشاط اللي عدلناه، شنو هي أهدافه ولماذا نحن عدلناه. وشاكر بالخصوص برنامج حديث الصباح لهذه الاستضافة وإتاحة الفرصة. شكرا جزيلا. في البداية نحن كطلاب موريتانيين في الخارج وكمنتخبين من طرف الطلاب هم اللي عطاونا ثقتهم. لازم عنا نقدم لها الطلاب هذه الخدمات. نظرا لتكاثر الاسئله علينا، وطبعا ما نقدر كل حد نجاوبه وحده، اسئله كثيره عن طريقه التسجيل في هذه الدول والتخصصات الموجوده فيها. وطبعا هذا الصالون التوجيهي هو صالون توجيهي موحد مع روابط الطلاب الموريتانيين في الخارج الاخرين، كيف تونس والمغرب والجزائر والسنغال ومصر. طبعا قررنا ان نعد هذا الصالون التوجيهي لتعبيد الضرب امام الطلاب، توضيح لهم التخصصات شنهي، طرق المعيشه في هذه الدول شنهي، واهم التخصصات اللي موجوده في الدول وطرق المعيشه فيها وطرق التسجيل فيها. هذا هو طبيعه، هو هذا فكره الصالون التوجيهي. لا ننتقل شاركم الاستاذ الحافظ المهاب، مرحبا بك وسهلا مره ثانيه. تعرفنا تعريف الصالون بصفه عامه الموحد، تذكر لنا اهم اهداف اللي انشئته على اساسها الصالون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. انا بدوري اجدد الشكر والتحيه لقناه الموريتانيه اللي تاحت الفرصه، ونبقي شوي سابق نتناول موضوع الحلقة. نعدي رسالة مواساة وتضامن مع أهالينا في سيلي بابي المنكوبة وتوف. بالرجوع للموضوع، أهداف الصالون التوجيهي الموحد كما ذكر زميلي عبد الرحمن هي توحيد الجهود اللي كانت مبعثره، كان في صالون مصر، صالون الطلاب اللي واعدين سنغال، صالون لاهل المغرب، صالون لاهل تونس، انسيد السويد. توحيد هذه الجهود من اجل مخرجات اكبر ومن اجل استفاده كبرى. صالون التوجيه الموحد كانت النسخه الاولى منه، تعتبر قياسا على الامكانيات المحدودة للطلبة. طبعا هذو الروابط والاتحادات هي منظمات غير ربحية، فقط هدف تطوعية، مساعدة الطلاب، تقديمهم الخدمات اللي فوالا. دونك مقارنة مع قياسا على الإقبال اللي خلق ومستوى معناها رضا الناس عنه، تعتبر النسخة الأولى كانت ناجحة. نطمح على ان شاء الله النسخ القادمه ولله يتولى ان شاء الله الطموحات لا نخلوهم علينا. طيب، نفوتون الحكومه ان شاء الله تعالى، لا نبقاو نحن وهم مع العنصر اللي يتعلق بالصالون. الطلاب ونعود اليكم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام. إذن بعد متابعة هذا العنصر التمهيدي اللي يتعلقون عليه وعن الافتتاح النسخة الأولى من الصالون. تفضل مهاب. طيب في هذه النسخة الأولى نحن طبعا في اتحادات وروابط الطلاب الموريتانيين في الخارج عندنا تنسيقية أصلا في أمور يخلق تأخر في المنح والله يخلق أي شيء يدعي التنسيق الموحد. يعني عندنا مجموعات على الواتساب ننسق عليها أمورنا كاملة. وكانت الفكرة أن جمع أكبر شمل من الجسم الطلابي في الخارج لأنه هو المعني الأول بالقضايا الطلابية. وحاولنا كانت الفكرة بدايتها أهل مصر رابطة في مصر بالتحديد. جابوا الفكره. بون كانت الفكره عند الاخرين لكن المبادره الاول نحيي من هذا المنبر. تجسيدها على ارض الواقع. كان من المبادرين الاوائل زميلنا الدكتور امام سيدات نحييه من هذا المنبر. رئيس رابط طلاب المتدربين الموريتانيين في الاسكندريه وعضو اتحاد طلاب مصر. نسق معنا احنا اهل تونس. ولينا عرضنا الفكره مالي على الجزائر لقات الترحيب واهل المغرب نفس الشيء كانوا وتواصلنا مع السنغال مالي قالوا لنا بوركوا با وحاولنا نضيفهم على اهل اوكرانيا لانها مؤخرا بدت تستقطب بعض الطلبه الموريتانيين وحاولنا توسيع الدائره للماكسيموم. نحن طبعا الطلاب يبدوا توافد النواكشوط الرجوع للراحه في نهايه شهر 6. كان اول اجتماع كانت اجتماعاتنا في قهاوي اجتمعوا في قهوه كان تبادل الاراء ونطرحوا الفكره العامه والنقاط على الفكره الاورجانيجرام اللي نمشوا عليه وش كيف. وكان من الاول يحضروا دولتين ثلاثه اربعه بعد العدد يزاد شوي لان التحقوا بين الاخوه اللي منهم مثلا امتحانات متاخره العام الدراسي وتبلورت الفكره شيئا فشيئا وعدنا اجتماع شامل تقريبا حضره الاعضاء كاملين وبدانا التنسيق رسميا لأين سيكون تاريخ معناها القاعه لا يعدل فيها الخطوه المواليه المكان والزمان. طبعا شهر 8 هو شهر التوجيه الجامعي وبالتوازي معنا احنا طبعا في مصالحه غير من ترى كان من خلال الصور اللي لاحظنا ما شفت فماتياش من التلاميذ اللي كاينهم جابرين باك والله ديك الدعوه ما توجهوها ذوك قبال هم الطلبه اللي جابوا اللي كنت كانوا هم المستهدفين الاول هم المستهدفين الاول لكن ليس الاخير فيه اللي حاصلين على شهاده الليسانس الجامعات الموريتانيه ويدوروا الماجستير في الخارج وفيه اللي قابل الماجستير ويدور الدكتوراه والله وفيه المتدربين باك اكثر اللي جاكم اللي هذوك اللي فاتوا جبروا الماجستير ويدوروا الدكتوراه والله العكس وجوه ناس كي اللي كبيره شويه هذاك هو البي ماشي تسماتي الطلاب اللي كاينهم عاقب لهم برك هذا الفيديو شفتي الفيديو افتتاحي هو صالون نهار تام واللي شفتوا هكاتي الفيديو الافتتاحي قد عود ما حضروا بهم ما حضروا له الباك بيدي قد عود وشاو لا متاخرين شوي والاجابه على الاسئله كانت في الستاند ما كانت في المحاضره ما كانت في المدرج شفتها بعض شفتوا ذوك بلاصه على تونس ذوك المجموعات هما اللي جاوب عليهم على الاسئله وذوك اكثر اللي قبال عليهم كان قبال عليهم كنت قابلني هما اللي قبال هما على اساس حسب كل دوله كل دوله والتخصصات اللي فيها وطرق المعيشه فيها جايبين منها اشخاص كانوا يقراوا فيها واشخاص يقراوا فيها هذاك شنو هي الدوله شنو هي طرق المعيشه فيها وشنو طرق التسجيل فيها وشنو التخصصات المتاحه فيها هذا هو كان فايده السوق الناس تبقى طب الناس تبقى طب عدنا لها ستاند للطب وجبنا لها طلبات تراكمت عندهم خبره يعود سنه رابعه الطب ولا سنه خامسه والهندسه كيف وجميع التخصصات حتى انه يشرح له موديل ماده بالنسبه لحد يشاهدنا راك من الطلاب ويبقي يستفسر عن الطريقه اللي كنت يوصلكم بها كان عندكم سيت موقع للانترنت عندكم صفحه على فيسبوك موجود هو فم صفحه للتنسيقيه هذه صالون توجيه الموحد كنا نديفيزو عليها المعلومات كامله والفيديوهات والاخبار كامله وفم كل رابطه مالي عندها صفحتها على الفيسبوك وعندها ارقام مالي الرئيس واعضاء المكتب كاملين متاحين في اي وقت والله وفم مجموعات على الواتساب اي حد رغب في التسجيل نضيفوا فيهم وياك نجاوبوه على الاسئله وياكم اذا جاوبنا على السؤال نعود مجاوبين على السؤال واحد واخر عندها مجموعات اذا راغبين التسجيل في كل دوله عندها مجموعه خاصه بها
فيها الناس القدامى فيها وفيها الناس الراغبه في التسجيل فيها. معناها حد دخل على صفحتكم على فيسبوك اللي يتصلون توجيه الموحد قد من خلاله يجبر اي تخصص يبقيه في اي بلد دار حتى الى ما شاف في الاستاتي اللي مديورين على الصفحه يتواصل مع الصفحه يجاوبوا واحد من لي زادمينستراتور عندنا تود ريبونس 100% معناها يجي المساج في ذلك اللحظة يجاوب أحد من المسيرين الصفحة. ثم تحدثوا قبل عن نقطة مهمة قبل أن نبدأ قلتوا أنكم تحاولوا من خلال هذا الصالون التوجيهي للطلاب الموحد لأنه يشمل جميع طبعا موريتانيا تحاول نوع من التكاتف والتعاون نوع من تجسيد الوحدة الوطنية خاصة الجاليات في الخارج. هو طبعا فايت أي نقابة فايت هي الحفاظ على مكتسبات الطلاب والدفاع عن حقوقهم وجمع الطلاب في اطار قانوني موحد ياكل اللي يقدوا الطلاب يشبروا حقوقهم ويقدوا هم اللي يدافعوا عن مكتسباتهم وطبعا الروابط الموريتانيه في الخارج من اهم فوائد هذه الدفاع عن حقوق الطلاب والحفاظ على مكتسباتهم وتمثيل البلد احسن تمثيل للبلد والتعريف به من خلال انشطه ثقافيه تعدلوا فهم التعريف بالثقافه الموريتانيه والخصوصيه بخصوص المجتمع. طيب بالنسبه لهذا اللي قال له الروابط نتحدث بالتحديد نعرف على ان الهدف هو نفسه انا فهمني عده نقاط مشتركه قبل بعد نتحدث عن رابط طلاب المتدربين الموريتانيين بتونس على انها رابطه وانشئت نظرا لتزايد اعداد الطلاب الموريتانيين في تونس دوله محوريه جدا بالنسبه لتكوين الاطر الموريتانيين لان احسن نتكلموا بصفه عامه اياك نعود اشمل من فم ندخلوا بالخصوصيه خصوصيه طيب بشكل عام الرابطه عندها اربع ابعاد من اجلها تاسست الرابطه اولا البعد النقابي هو حمايه حقوق الطلاب مكتسباتهم من مثلا على سبيل المثال المنحه في تونس 200 اورو على انها الى ما زاد سقف التطلعات ما تنقص وانها تم تصرف في الاوقات هذا الجانب النقابي واعلنها واعلن تسجيلهم يخلق في الوقت وامورهم كامله يعني الجانب النقابي ثم البعد الثقافي وهو تمثيل موريتانيا في جميع المحافل اللي تخلق في تونس والحمد لله الرابطه كان عندها موسم ثقافي تبدا في مارس وعندها يوم ثقافي وعندها تخليد عيد الاستقلال وعندها المشاركه في جميع الانشطه التي تدعي رفع علم موريتانيا ثم البعد الخدمي وهو يبدا من استقبال الطلبه من المطار عند مين يجوا في المطار ويتم متواصل ينين يتخرجوا هذا البعد الخدمي كراء لهم ناجروا دار للطالبات ودار للطلبه فتنا ديجا اجرنا دار للطلاب وفات النائب الرئيس اللي انا نمشي قريب ان شاء الله ولكن نائب اللي هي واعضاء المكتب اللي فهم فتستقبلوا الدفعتين الاولات من الطلاب مشاو لفندق العقبنه مشات دفعه الاولى ولا تمشي الدفعه الصبح وفات مشات واحده لفندقات يستقبلوهم ويجيبهم للدار وينستالوهم عقب ذاك يمشوا بهم شارع السفاره يكملوا اجراءاتهم واللي منهم واعد مدن الداخل يقيسوا به محطه الباصات يعني يوصلوه هذا الجانب الخدمي فهم الجانب طبعا الترفيهي تفاصلوا لهم ايديهم لعاد حد منهم ما متفاصلين ايديه ولا اكيد اكيد ولو عارف الطريقه يسافر يجوا طبعا ما متفاصلين ايديهم شيء ولا حتى التخصص الواعدين هم ما قادوا عاد يعرفوه اصلا قالوا لهم الخلطه هم سابق يمشوا قيسوا كذا وقيسوا كذا وشبه فيكم يقارنين يجوا كاتي من دركانكم انتم تخسروا اكيد هذا هو دور الرابطه عياو هون يعطوهم شمل السبيساليتي عودان بيجيما واضح يقول لهم مثلا انت ممنوع على السيانس تكنولوجي هذه فيها ألف تخصص انكلي فيها هذا ورك دور الرابطه فهم عن طريق خبره اعضائها فنين قالوا السيانس التكنولوجي مثلا في قابس معناها لا يتعود في ليزات الفلاني تقدر تعدل مثلا الالكترونيك تقدر تعدل الفيزيك تقدر تعدل كذا يعطوا الخيارات هذا دور الرابطه ارشاد كما قلت الجانب الترفيهي طبعا بعد هما فيه فصلين دو سيمستر ملانين من الشحن والقرايه خصوصا ريتم الدراسه في تونس متين دور الرابطه هون هو مثلا في الراحه الاولى تعدلهم دوري رياضي يرفهوا في عن انفسهم وفي عطله مارس هم اللي تعدلهم رحله سياحيه يجوبوا فيها زين المعالم في تونس كما تعرفوا تونس فيها معالم اثريه وسياحيه هذا البعد الرابع اللي هو البعد الترفيهي جانب الترفيهي اذا قلنا بعد نقابي وبعد ثقافي وبعد خدمي وبعد ترفيهي هذه هي اساسا الابعاد التي من اجلها انشئت الرابطه. فما بالنسبه للطلاب اللي شاهدوا نظرك حد عنده منحه من ترشين هي المصاريف بدا بالاورو ولا بالدولار اللي يلا تعود يجي معاه يجيبها مع الفضل اللي شي رافت
طبعا يجاوبكم عن تونس وطبعا زميلي عن المغرب. فيما يتعلق بتونس يعني تكلفة المعيشة يعني شهريا، تكلفة المعيشة شهريا قرابة طلاب ريتمهم ما هم واحد والمدن ما هو واحد. طبعا تونس العاصمة غالية شوي والإيجار، وحتى تونس العاصمة تتفاضل حسب الأحياء، في مثلا حي النصر وحي المنار هذا أحياء غالية شوي، أما أحياء أخرى شعبية شوي أهون، والداخل أهون طبعا. ولكن على العموم في المجمل هي الدولة الموريتانية قاست تقريبا مستوى المعيشة وما سنة دارت 200 أورو اللي قرابة 80 ألف، لأنها تقريبا هي استهلاك الطالب. طبعا الطلاب ما واحد فيهم اللي ياسر من القهاوي وياسر من تاكسيات الكونتير هذا وياسر مش قال. على العموم بعد 200-250 أورو هي أقل قليل، هذا لم يندر بالشهر كأقل قليل. طبعا هي تونس غالية. لا ننتقل شهر المغرب بما أن تقول أن التكاليف اللي تكاليف المعيشة في تونس بعد المغرب تختلف من مدينة لمدينة، فمدينتين إلى ثلاثة هما اللي المعيشة فيهم غالية، كيف الرباط والدار البيضاء ومراكش. ها هو مشكلتهم الإيشار، المعيشة على العموم لا واحد يقل مشكلة في الإيشار. طبعا أي طالب من وحتى فصول السنة هم اللي ظاهر لهم تغير فيهم ما فهم تغير كبير، تغير دائما في الأساس في الصيف اللي يعودوا الطلاب في الراحة، المدن السياحية دائما يعاروا ثمن الصيف خصوصا الشمال به اللي مناخ ومعتدل. يقير أي طالب ممنوح من طرف الدولة وممنوح من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي، هذا تقريبا يقعدوا كافين. وأي طالب آخر شيء هو على حسابه تقريبا 300 أورو كافي. 300 أورو بالنسبة لحد عنده منحة، بالنسبة لحد في الرباط والدار البيضاء 300 أورو كافيته، حد في المدن الأخرى 250 كافيته. فهم هذا هو اللي هو جانب كينو المعيشة. انتقلنا شارة لجانب الخدمي اللي تقدموه انتم للطالب، كينو تتقاولوا في المطار تواكبوا مثلا مرحلة دراسته، هون تحدثنا عن هذه النقطة بالذات. هاي النقطة الجانب الخدمي، طبعا أي طالب موريتاني أغلبية الطلاب اللي يشوفون في الخارج أغلبيتهم عقب تسافر واحد وسيرتو لابا شلي الناس قبل باك دائما تعود السن السن لابد لها من حد يتابعها ويواكب يعود ما متفاصلين يدي احد. فايت الرابطه هون عن فايده الاتحاد هون والرابطه هون تبارك الله ما شاء الله متفاصلين يدي. الفايده الاتحاد فهم عن استقبل الطلاب طبعا يوفر لهم سكن بينهم يقبلوا رخصة تسجيلهم اللي يسجلوا بها شغل المدينة الواعدين، ومنهم مسجل فهم يعطي أيام في دار الاتحاد يعني يشبر بلاصة يستقر فيها، ومنهم وعد مدينة الداخلية يحيلوا شغل الاتحاد في ذيك المدينة به للاتحاد اتحاد طلبة ومتدربين موريتانيين في المغرب. كل مدينة سادت على 17 رقاش يفتح فيها فرع، عنده فرع مركزي في الرباط وعنده فروع جميع تقريبا المدن فيها الموريتانيين، يحيلوا شور الاتحاد الفرعي وذاك يواكبونين يفوت يسجل ويشبر بين منين يسكن. لأن رجعوا شوي شور صاروا التوجيه واليوم اللي مواكبه من طرد اليوم تميز باش كان في المحاضرات والله اليوم تميز الفعاليات اللي تميز بها هذا اليوم. الفعاليات تميز بها طبعا عنه وعدت في محاضرات عن أغلبية التخصصات اللي وجهتها الطلاب الموريتانيين، شن هي التخصصات، شن هي آفاقها في المستقبل في سوق العمل الموريتاني، جبنا خبراء يشتغلوا أركاتيها في ذي المجال خريشين قديمين فايدتهم عنهم يشرحوا التخصصات شن هي وشن هي فايدتها في المستقبل. يقير ذول اللي خريجين قديمين انهم ما لا يعود اطراو راهم تخصصات اخرى مستقطبها السوق ومواكب عصرنا اليوم ما ترى ما فاتوا ما كانت متاحه لهم. هم التخصصات اللي مواكب السوق اليوم التخصصات يشتد اي حد في سوق العمل تخصصه كان قريب من تخصصات دور عود فيدو اخباره به اللي حتى على عن أغلبية الناس اللي ما يشبه في سوق العمل الشغلي عدد دي فورماسيون هي ياك تفتحوا له آفاق جديدة في تخصصات جديدة. إن الخبراء اللي جبنا احنا تقريبا جبناهم عن التخصصات اللي ما تغير، كيف الطب، كيف سيانس تكنولوجي، كيف العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية،
كيف التاريخ تخصصات تخصصات بشكل عام ثابته اللي دائما طبعا المرجعيه طبعا فهم تخصصات تطرى ويفتح لها افاق جديده في سوق العمل كيف المعلوماتيه وكيف التخصصات وطبعا طبعا عندنا الطلاب الان اللي في الجامعات اللي تقريبا في الدكتوراه اللي فيتهم اخبارها اللي شرحوها للطلاب. شنو هي اكثر التخصصات اللي توجه لها الطالب الموريتاني اليوم؟ طبعا المعلوماتيه الانفورماتيك بشكل عام هي المتسيدة حالا عالميا، ولكن في تخصصات جديده عاد بدوا الموريتانيين يقيسوها. طبعا مشكله الطالب الموريتاني هو ربطه بسوق العمل الموريتاني، يقول انا قاعد اذا مشيت وعدلت عدلت تخصص من دراكاني لفرايح هنا مشكله هذا ما هو موجود في موريتانيا. فما مثلا تخصصات كيف النانو تكنولوجي هذه تخصص طارئ وجديد، ولكن مشكلته افاقه في موريتانيا ما هي مازالت محدودة. العمل مازال محدود. على العموم من اكثر التخصصات اللي عدلوا الطلبه الموريتانيين في تونس هي الطب والهندسه والمعلوماتيه وها اللي قالوا المحاسبه، وخصوصا شعب الماجستير المحضره اللي قالوا خبير محاسبي الاكسبرتيز يعدلوها في جامعه منوبس ماسترين قالها سي سي ا قبال عليها كبير، حتى انك تجبري واحدين ماشي من هون ليسانس ما هي يحاولوا يكيفوا ماسترهم اللي فهم ياك تعود ماستر تحضيريه الاكسبرتيز هذه. واغلب ليزكسبر كونتابل الموريتانيين هون خريجين تونس. يعني الاستاذ عبد الرحمن من درا يكان يختلفوا الطلاب ذو اللي جدد قاسين من الخارج ذو اللي كيف انهم قبلوا بك وذوك الاخرين اللي قبلوا هون ماستر وماشيين هون. احتياجات الطالب تختلف من حيث المراحل والله. تختلف بين اللي باك حد قاوا باك جديد لا فاق مفتوح لما يجي تحدد فاتك بال ليسانس حد فاتك بال ليسانس فتختار الطريق اللي هي احكم ايوه لا تحدد تخصص باك جديد حد قاوا باك جديد معناه انه ما فات مثلا مفتوح عندي ياسر من الافاق وياسر من التخصصات ما مفتوح لحد فاتك بال ليسانس ايوه لحد فاتك بال ليسانس في تخصص معين مفتوح ولا ماسترات في ذاك التخصص اللي معين اللي فات اخترت من عند من عند الراس. ولكن الطلاب القابضين باك اللي يجون شغل الخارج هم طلاب الماستر ما فهم فارق كبير بين اللي الطلاب الموريتانيين اللي قابضين ليسانس من هون يتاقلموا ممكن ما تاقلموا اللي قابضين ليسانس يعدلوا ماسترات ولا فهم تغير كبير ما عندهم مشكله. هذا لا يقودنا ان الطلاب مشاكلهم ما هي واحد اللي تنطرح لكم انتم كنقابات واتحادات في الخارج في البلد الواحد والله بين بلدين في البلد الواحد انا راكم تسولوا عن مشاكل الطلاب اللي يجوا للمغرب اللي عانوا منهم واحد ما جبر التسجيل واحد تواقطوا ما هم تامين واحد تواقطوا اللي كان لا يعدل شغل السفاره ما تم وخاصهم شيلاه هم الاتحادات من الطبيعي فائدتهم لا على عنهم يوفروا للطلاب المعلومات هم ما هم جهه اداريه نعرف تسهل هم تسهيلهم لا من خلال معطى المعلومات عنهم هم اي طالب في المكتب التنفيذي فات مشكلتك تعود فهم طرحت له منها العشرات وعاد يعرف الطريق اللي تنحل بها لا يقول لك هاي المشكله دي تنحل بهاي الطريقه وبهاي الطريقه. وطبعا مشاكل التسهيل مشكله متين خصوصا في هذا قاعد لا يقودنا نقطه مهمه الصال نوع من الصالونات اللي عدلته هنا قبل يعود اكثر من يوم واحد ويفتح مجاله قدام الطلاب وخصوصا ممكنهم مشكله الامكانيات هذه نقطه كانت مطروحه حاولنا نعدله شيء يشبه ايام التشاوريه ايام متواصله ولكن اياك تتيح للتلاميذ خص انا قد ما نعدلها كاع صالون جمعياتكم جماعاتكم اللي تعدلوا في القهاوي وغيرها من الاماكن عندنا جروبات على واتساب ما يحتاج قاعد تجتمع اكيد كنا فاقدين استفادوا من عصرنا اليوم من التكنولوجيا خصوصا ان ما فينا حد ما عنده تليفون واغلب وقت لا على كونكسيون ويحط راح لنا السؤال نجاوبوه غير ما الخلق ما متاح له مجموعاتكم كاملين متاح قدر موجود على فيسبوك اللي قالوا قبيل حد دخل على فيسبوك فكرة يومين للصالون على الأقل تمت مطروحة إلى آخر لحظة لعائق الزمان والمكان. أولا نحن كنا باقي نعدلو سابق العيد ولكن حجز قاعة في المكشوط ما هو سهل وانتم طبعا موارد ذاتية فوالا هذا شيء تطوعي عياو يخلقوا شوي من سبونسورينغ غيره ذي السنة بعد ما أجبر لا مجهودات ذاتية. وبالنسبة للزمان
وهذه المرة نسخته الأولى. هذه النسخة الأولى كانت، ودائما يقولوا كما يقولوا كل داخل له دهش، دائما البدايات صعبة، دائما البدايات صعبة. وفهم بعض الدول اللي كانت متحمسة تدخل معنا في آخر لحظة عقبته ما هي تراجعت في آخر لحظة، طبعا لها عذارها. متركاكم خصوصا انكم انتم قاعد استوقع عنين عاد ورا العيد، واكثرية المواد الخلق خالشور لك سبحان الله انه كان مناسب الوحدين، كان ما مناسب الوحدين. هو طبعا كما قلت قبل شهر اوت شهر التوجيه، فهم كان زملائنا في المنتدى حي من المنبر اللي استضفتهم هون منتدى طلاب الرئيس ضيفة، وكان فيه سواب صالون توجيه، هذا سواب دمج مهني، دمج مهني، وهذا كامل جسم الطلابي، هذا كامل ادوار تكامليه فاصلين في ياسر منه يكثر منه به اللي خارجين وحدين ظروفه ما تسمح لهم بيحضروا الاول حضروا للثاني والما حضروا حضروا للثالث. حاولنا الصالون يعود الستاند يجاوب عليهم الاسئله، وفي نفس الوقت المحاضرات، هذا كان زين فينا كنا باقيين نهارين، اياك عود نهار للمحاضرات، نهار اكاديمي بحت ونهار توجيهي بحت، ولكن معوقات الزمان والمكان. من ذا المنبر نحيي السيده مديره المدرسه العليا للصحه الدكتوره، كانت متعاونه جدا. سيدنا ابو متحيد اياك تقدروا تستمروا في هذه الفكره طبعا، وتساهموا في مساعده الطلاب الموريتانيين في الخارج وتوجيههم. ندركاكم تخموا على نعود فم جهه مموله لهذه الفكره، اياك تقدر تستمر وراكم سعيتوا لها وانتم في بدايه الفكره. طبعا النشاطات الطلابيه تقوم على التمويل الخارج بالامكانات الذاتيه، ما تقدر تتعدى النشاطات، ما تقدر تتعدى الطموحات الروابط والطموحات التنسيقيه الموحده للطلاب الموريتانيين في الخارج. سعينا لها ويقير مشكلتنا ضيق الوقت، مشكلتنا التنسيق، عندنا كنا عدة روابط في بليدة يشابرنا الله في نهاية الوقت، يشابرنا الله نيشينا في العطلة هون، وهو حد لا يعمل على الرعاية يلقي يعمل عليهم بداية الوقت بهذه الشرائك طلبات ما يشاوبوهم بسرعة ولا بد لهم الوقت. قررنا احنا عندنا بمجهوداتنا وبإمكانياتنا أن نعدلوا هذا النشاط، ما نحنوا الرعاية بيدي لحنيناها ليفوت على تلاميذ الوقت. النسخة إن شاء الله القادمة دور تعود أحسن، ودور تعود عندها رعاية شبه إن شاء الله. طبعا تعريجا على هذا، الشخصيات اللي استضفنا كانت متعاونة جدا، متأكدين في أطباء ومهندسين ودكاترة في الاقتصاد، متأكدين على أنهم خسروا ضيعوا عليهم فرص كانوا قادمين من اجل ضحوا. ونحيوا الفنانه المعلومه المداح اللي تطوعت زاد هي معانا في الصالون التوجيهي، طبعا بعد يوم من التوجيه وذيك الامور الاكاديميه شوي ترفيه في نهايه النشاط مفصول فيه. يجازيها بالخير. دائما التمويل يفرض عن يعود فهم توجه معين، من ركانكم قابلين ذاك بعين الاعتبار ولا اي جهه مولتكم تتدخل عندها اجندات معينه وتتدخل في خصوصياتكم انتم كصالون؟ احنا دائما نتعامل مع الشركات الربحيه، ما هي مع جهات عندها افكار معينه. الشركات الربحيه فائدتها لانك منتوجه تجبر طريقه تروشوا بها، وطبعا عن هاي فرصه لهم عنها يروشوا منتوجاتهم من خلال بلاصه تسمع فيها 700 طالب ولا 700 شاب كلهم شايم عند بيت. نحن عدلنا لهم خدمتهم لدور، وما عندهم اي افكار ولا عندهم ايديولوجيات، عندهم منتوج لا يسوقوا، ونحن عاوناهم في تسويقه وعاونوا نحن في تعداد نشاطنا. هذا في الغالب اللي يقوم عليه النشاطات الطلابيه. من دراكانكم تتخاموا مستقبلا في التغطيه لانها تشمل دول اكثر، انتم ذكرتوا المغرب وتونس والجزائر والسنغال واوكرانيا مصر واوكرانيا. اوكرانيا كما شفتوا في اللوجو تمو معنا ديزيستا وألا دارنير مينيت، هم اللي حقوا ما جهزوا لسبب أو لآخر. نحن طبعا الطموح هو أن نجمعوا تعود حاضنة لجميع الطلاب في الخارج. طبعا فم جاليات لا يستهان بها في تركيا، وحتى تتواصلوا معها وفم في كندا وفم فرنسا، ونحاول يعود التنسيق على بكري معنا إياك فالا نستخر شيء إن شاء الله ولا يتعود أحسن. تعهد من الاتحادات والروابط من ترى شنو هو الطريقة اللي تجابروا بها مع، تعرفون غالب يوجدوا بعض الدول فيهم طلاب موريتانيين قد ما فيهم اتحادات ولا فيهم روابط، طريقة التواصل بينكم أنتم وهم شنو هي لعبتهم؟ والله ما عندكم بهم اتصال، هم مستقلين بذواتهم. عندنا 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 الدول اللي ما فيها جسم طلابي دائما يأمروا عليهم احدهم.
فهمتي يعود فهم أندليجي وتوف يتكلم، هذا قاع موجود حتى في الدولة اللي يعود فيها اتحاد ذيك المدينة ما يعود فيها فرع، ولكن يعود شخص بالأقدمية وبالثقة عاد يتعامل مع الرابطة والله يمشي للسفارة يكمل. على سبيل المثال شو اسمه اوكرانيا هذه لحقت هون ودون ما فيها الصالونات التوجيهيه يجي متطوع ما فيها رابطه يجي متطوع وطوف انسان هو الاقدم فهم وينسق معاه ويشوف صفحات الشبكات الاجتماعيه يشوف ان فهم نشاط يتواصل معاهم يقول لهم انا راني عندي معلومات عن اوكرانيا ولا عن تركيا ونقدر نفيد بها. يعني هو من الاحسن تكون فهم يكون جسم طلابي معين بصمه مؤسساتيه معناها هذا منتخب وكذا كيف ما موجود في تونس والمغرب والجزائر، هذه دول محوريه، هي دول محوريه اساسا تستقطب الطلبه الموريتانيين هي الجزائر المغرب تونس السنغال فرنسا. هذه الدول الاخرى كيف اوكرانيا وكيف هذا لا مؤخرا بدات نواه ما زالت نواه لبناء جسم طلابي لها. وطبعا الطلاب الموريتانيين نظرا لنقص عدد الممنوحين نقصوا في الخارج لكن ما زالت الناس بعد لا تمشي مالبيه اللي ولو تمشي على حساب فهم التخصصات جيدة فتح لهم المندرة كان ذاك كي الطب اللي عادي ينقرهم كانوا ساهم في تقليص عدد الطلاب المتوجهين لك تخصص طبعا شنو التخصصات الجديدة اللي انفتحت هون اللي طبعا الطب في ناس كثيرين هم ريتها حتى على عنون التخصصات النادرة اللي مثال خريجين وينقبلوا تقريبا 100% في تقبلهم الوظيفة العمومية. وطبعا افتتاح الكلية هون قلص من الممنوحين لها التخصص في المقاعد اللي تعود كانت الدولة شاك كانت المقاعد يعطوا لها في الخارج ما هم كافيين اياك ما هم كافيين سوق العمل. وطبعا كيف الكلاس بريبال وعدلهم 100% قاع ما تمتنح لهم حتى الشغل الخارج عادوا يمتنحوا لين يفوتوا يعدلوا كلاس بريبالهم وعدوا قاعدين لكل دين شيء بلي الدوله حسب دراسه الدوله عن تكاليف الطلاب كانت تمشي بعدد اقل عنهم شغل الخارج بالتكاليف اللي كانوا يقبلوا عدد اقل عنها عاد هي تعدل بهم عدد اكثر وبنفس التكاليف وهون في موريتان هم اللي في مستوى جيد باللي لاحظنا تكاليف اقل لاحظنا عنهم ينشحوا في مدارس عريقه في العالم كي تقولي تكنيك فرنسا كيف المدارس المهندسين في تونس وفي المغرب ينشحوا فيها متفوقين كيف الطلاب اللي كانوا يقراوا في ذوك الدول. للامانه لا شك على انه التعليم العالي في موريتانيا طلع بشقة قطعا، لا بوليتكنيك كانت مفصول فيها جدا ومعهدها التحضيري وكيف ما قال زميلي عادوا يتفوقوا الموريتانيين ذي السنه اللي عقبالنا 11 موريتاني هذه سانترال واكبر عدد مقبول سانترال كنا نتنافسوا مع اللبنانيين وقطعا المره جينا فوقهم فيها. وطبعا هاي مدرسه اشغال فلاج وكليه الطب تم انشائها 2007 طبعا بقينا نحن نظرا لالحاح الضروره الملحه لانشاء كليه الطب بقينا الدوله الوحيده في شبه المنطقه حتى مالي عندك كليه الطب ما عندنا لكن طبعا موريتان ما زال قالها ياسر من راس المال البشري وبالتالي ما اظن على انه كان مبرر قطع المنح ولا تقليص المنح في الخارج. عدلوا المؤسسات هون الجامعيه اللي عندها كاليتي يغير هم اللي لا تقلصوا المنح لان المنح هي الرافد الاساسي لراس المال البشري هون. من درا شنو هو دور الحمار ورجاجل كيف انه جبر برك وعنده اللي يقولوا له عدل الطب اللي فلان ذاك هو افتحيات وكذا وبدون كاع مراعاه هو اختخمام وشنو هو كان يطمح به شنو والتخصص اللي يبقى شنو ما مسول عنه المهم فلان راهو عاد طبيب وراهو عاد بعيات ودخله تبارك الله زين العقليات الموريتانيه دورهم عقليه المجتمع طبعا بدورها على طالب خصوصا طالب مثال في سن الحديث احنا حاولنا من خلال الصالون التوجيه ان نعيطوا للطالب ونتكلموا مع الطالب. ايوه. هذا الطالب شرحنا له التخصصات شنو هي افاقها في المستقبل؟ شنو الصعوبات اللي جبرت التلميذي في دراسه هذا التخصص؟ هو من ثم هو اللي قرر. نحن كجهه طلابيه ما عندنا اي تاثير طبعا في عقليته وصرته هو نحن اللي عندنا الطالب وناقشنا معاه ونعتنا له ترى كانت تغيرت فكرته والله مش من عندكم الا هو انا متاكد عن فهم طلاب شلون عندهم تغير عندهم تخصصات عقب وغيروا تخصصات عندهم دور اخوهم فهم مغيرينها به اللي
به اللي قد ما كان في يدهم قاع اي خبر عن هذا التخصص، لا معدنين ولا عن فلان ايش تقال به، والله فلان ذا التخصص شافوا حقق منه طموحات، مردود مادي بحثته مردوديته العلميه ولا استفادته والجهود اللي يتطلب هو ما كان عارف شنو، ولا اتوه من ادم ماشي على اثر من ادم اللي حقق طموحات ماديه وكذا ماشي على ظهره يلقى على هذه النقطه. هو لا شك على ان خارج الرواية ملاحظة أن الموريتانيين هم كانوا يعودوا أطباء كان من هذه معضلة أنه هو طبعا طب مهلة نبيلة ومن أسمى الغايات اللي حد يعود طبيب، غير المشكلة كان حد عاد وعد ومقتنع به والله لا نظرا لعقلية اجتماعية ولو لا ينجح فيه هذه هي المشكلة. وفي ذا الصدد تونس مؤخرا فتحت مقاعد مدفوعه خارج الحصه الرسميه، الحصه الرسميه بين تونس وموريتانيا 200 مقعد، ولكن طرات هي دي بلاس بيانت لحد معدل وما دخلوا طب في تونس اولادهم هم يعطوها لا معدل 16 تمام يقبلوا الموريتانيا في اطار الكونفنسيون، يعرفوا ان باك موريتانيا دائما ماجور وعود 16 معناها ان الناس يتعود معدلاتها 14 اللي يتعدل الطب في موريتانيا، هذاك في اطار التعاون الدولي ثاني قبلوا قالوا ان حد ما قد معدل لحقك يعود مثلا 12 ولا ذاك يقدر يدخل الطب في تونس بمقابل 15000 دينار شهريا. وشهدت السنه الماضيه اقبال غير عادي من موريتانيا، اكتشفنا على انهم اثرياء كاملين هم يعدلوا الطب. لماذا؟ راه اللي على النظره الماديه هي الغالبه، لان ولوا ذيك 15000 دينار لا يصرف عليها مده 7 سنوات يخلصوا مردوديه لا يردها في اول يوم يفتح العيش. هذه هي النظره، يسوى كاع هو جاي يعرف شيء يسوى ما يعرفش، المهم انه يجي دكتور وتوفى. نحن بعد كذا يعود الدكتوره ما اجبرها يقد يعود الا ذوك السنوات تخطاهم والدكتوره ما قد يحصل عليها باللي هو ما عندهم المعلومات اللي قاد. عاجبني نشوف احصائيه عن الاطباء في موريتانيا ان الاخصائيين 400 وشي والاطباء العامون 300 وشي والممرضين الجسم الصحي كامل الطبي والشبه الطبي ماني قايل يعني بعد خصوصا الاطباء والاخصائيين ما يلحقوا 1500 ما دامت مدده كيف راينها فاصله قاعده في زين. ثم بعد اخر وانتم طبعا كصالون توجيهي موحد للطلاب اللي تعودوا تاخذوه بعين الاعتبار وهو الجانب الانساني، حد مثلا قلت صحته مرض والله خرب له شيء، تعاملكم انتم هون معاه انسانيا شنو؟ الروابط في الخارج طبعا المكتب التنفيذي في مسؤول الشؤون الاجتماعيه يخرص لا عاد فهم طالب عنده ظروف خاصه خرص لكن اللي قد يعاونوا به لا عاد عنده ظروف خاصه طبعا حد فات بشيء منهم وقاس الخارج وبدا يقرا هذا عنده طبعا واضح ان عنده امكانيات عنه يقرا على تجي ظروف طارئه ذيك الظروف طارئه يدرس الاتحاد ويعاون المشهودات البسيطه حتى انه يعني يفتح تبرع من طرف هو قاعد يروح على الموبيل ينشر شيء تبارك الله مضيم هذا فهم حالات قد عدوا اهله قاع ما قدروا يمشوا ولا شيء والله عنده حاله مرض مستعشه ولا والله شيء طلاب ناحيه اجتماعيه هون ناحيه اجتماعيه طبعا في مسؤول عنها الطلاب يحاولوا يعاونوه بميزانيه الاتحاد اللي قد وحاولوا يفتحوا له التبرع به للطلاب طبعا في الخارج عندنا عندنا وسائل التواصل عندنا تقريبا مجموعه على الفيسبوك فيها جميع الطلاب تطرحوا فيها مشاكلكم ونقدر نطرحوا فيها اي منشور دور يشوفوا جميع الطلاب اغلبيتهم يدرس على الانترنت وهذا وطبعا دور يشوفوا طبعا تعاونوا مع السفاره لكن حلوا مشكلتهم زين اضافه شوي فقط توكيدا على هذا لان نذكر حالات خلقت في تونس مثلا في الجانب الانساني في الاتحاد لرابط طلاب الموريتانيين في تونس يبدا من يوم استقبال الطلاب لان الطلاب ما هم واحد هي عاده تكري شهر ونص شهرين ثم الطلبه اللي مقتدرين لا يومين ثلاثه ويستغنى عن الرابطه بعد في السكن ويمشي يقري فهم اللي طبعا ماديا فهم اللي ماديا والتاليه وخرج من دار الرابطه لكن تفهموا وفهم طالب موريتاني نحييه من هذا المتفوق من طرفكم انه يصيب لكم لا 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 هي خلقت لهذا الشأن استطال ما يعرف تتعب لأنه عمل حالات ثم طالب موريتاني مقعد متفوق راهو عندنا على صفحتنا عندنا دوكيومنتير وعدل عنه متفوق مشى من هون ممنوع وهو مقعد على الكرسي وتفوق على التوانسه مولي كان عنده كرسي يدوي وعقب نظرا لانه الكليه اللي يقرا فيها فوق هي تونس علاش من مرتفعات فوق جبل منطقه ينقال الرابطه حي الرابطه اضطرت الرابطه على انها تجمع له تطوعات الطلاب كاملين
لانها مكلفه شوي لهذه الفتي اللي الكترونيك اللي كوماندي هو في تيست وفي كان ونجحت الحمد لله الفكره وتعاطوا معها. هذه الفكره راهو الموريتانيين طلب الموريتانيين في الخارج جسم واحد. هذه التفرقه اللي ممكن تشوفوا هون بسبب النزعات السياسيه او الايديولوجيه هوك تشوفهم اخوه في بلاصه واحده تعاطفوا معاه لبوا نداء من اول لحظه واشتغلوا وكمل الحمد لله ماجستير وحاليا يعدل ماجستير اخرى. فمما لهذا 2015 خليك السنه الماضيه هذه فما طالبة مصابة بالتوحد طاحت من عمارة وكانت الرابطة من أول الناس اللي جاوها وقاستها مسؤول الشؤون الاجتماعية كما يقولوا معها مسؤول المالية وتم ماك من حادثة انطرست من الطب. هذا تعقيبا على الجانب الإنساني للرابطة من ذرى الجانب الإنساني بما يتعلق باتحاد الطلاب المتدربين بالمغرب. الطلاب المتدربين المغرب في هذه السنوات الأخيرة تقريبا ما قد اجبار حالي إنسانية بعد ذلك وطبعا قد عدوا المكاتب القديمين كانوا عندهم حالات إنسانية قبل ما نعود نتولي نحن الشؤون المكتب. يقار بعد فما فيها جانب فم جانب انساني في المكتب التنفيذي فم مسؤول عن الشؤون الاجتماعيه معناها عنها معدلين هبلد خالطينها قاعد على مسؤول المالية ما الحمد لله ما فات ما فات ما فات طالب فات الحمد لله يحتاج لنا يحتاج لنا دور يخبرنا ان شاء الله ان شاء الله. هذا الجانب مهم طبعا اللي هو كي قلت تكاتف كارت بين نقطه مهمه لان الموريتانيا في الخارج عندهم لحمه لحمه وفما طبعا نوع من التعاون والتكاتف فيما بينهم هذا طبعا مهم ويعطي صوره حسنه عن 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 البلد. فما تمثيلكم انتم كسفراء الموريتاني تمثلوها وياك نتكلم شويه بصراحه فما بعض الطلاب عنده تصرفات كتعود ما تمثل البلد ايش توجهوا لهم انتم من خلال هذا الصالون ياك يمثلوا بلدهم احسن تمثيل ليك سلوكيات المعاملات الغير متحضره طبعا طبعا معاملات نحن هنا تياه اللي هل الخيام رفضها شغل الخارج انا بعد بعد شخصيا في المغرب اغلبيه الطلاب الحمد لله يمثلوا البلد احسن تمثيل والعقطين طالعنا على عن فهم طالب عنه عنده تمثيل يخل بالبلد والله يخل بتمثيل طبعا الرابطه من اهداف تاسيسه لعنها تمثل البلد وعنها تعرف بالبلد وعلى عنها بجميع الانشطه اللي يالت اللي يالت البلد يمثل فيهم كيت سنويا تخلد عيد الاستقلال تحاول تعدل ايام ثقافيه اياك تمثل فيهم اياك تعرف موريتانيا فيهم تعرف عن تقاليد هذا البلد وعن تاريخه طبعا هذا من اهداف الرابطه وكل عام في انشطه سنويه للتعريف بالبلد وتحاول موريتانيا تمثلهم في اتحاد الطلاب الاجانب الافارقه وفي اتحادات كيفهم دائما يحاولوا على انهم يمثلوا موريتانيا في ذوك النشطه عن الاتحاد عن مركز موريتانيا ما يخلي الشاغر في الانشطه يعرف ثقافته ويعرف تاريخه. من رايك انكم بعض التمثيلات قضيتوا جبرتوا بعض الصعوبات انكم يتطلب نوعيه معينه من التمثيل ولا كانت متوفره؟ دائما 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 اغلب اللي تعرضوا له الروابط والاتحادات طلاب الموريتانيين لا مشاكل ماديه الاغلبيه به اللي طبعا التمثيل تو عندك اجاليتك فهم كامله في المغرب في اجاليتك كان فما تجاريه اذا استنجدتوا بها هي والسفاره كانت موريتانيا طبعا السفاره تعطي مساعدات سنويه للاتحاد يعني عليه ذا النوع من التمثيلات خصوصا النوع من التمثيلات دائما ما معارض دائما ما يتطلب امور ماديه يتطلب عنك تعود عندك شرويات تقليديه شرويات تقليديه انت دائما دائما الاتحاد يطفقها معاه كل عام دائما تستعينوا بالاسر الموريتانيه اللي فمات اياها الاسر الموريتانيه صفرق. تواصلنا معها ما هو ياسر فيما يخص تونس في اطار وما يتعلق بتونس فيما يتعلق بتونس التمثيل الثقافي طبعا استعانوا بالسفاره خصوصا في الاعلام الاعلام نقبلوها توفر واللباس وياسر من الزي دائما عندنا احنا زي التقليدي نطلبوه معنا كيما قال القدحات ما يقعدوا عندكم عندنا كل شيء عندنا عندنا الادوات التقليديه كامله معرض ثقافي كامل يعني كل شيء يقير تابع للاتحاد تابع للاتحاد وكل مكتب يسلمه المكتب لانه هو ملك الاتحاد فهمتي عيو يضيعوا منه بعض المقتنيات وعين بعض المعارض يتم تواصيها يطلبوا نعطوني القدحات وكذا ما هو لنا ما هو لنا تابع الموريتان
وفهمت انا يعود يتعارض بعد مع كرم. نحن كموريتانيين معروفين اصلا بالكرم، نحاول نعطوهم شخر ما هو يقدر يعطيه. السؤال قبل ما تجاوبتوني عليه، اللي مشقرين التمر الطلاب الموريتانيين في الخارج. طيب زين، عندي تركز شوي عليه. طيب التمثيل يعطي حسن الموريتاني. بالنسبه للطلبه الموريتانيين في تونس اللي نعرف عن اخبارهم، قطعا على الغالبيه العظمى على انها تمثل مشرف، طبعا مع بعض الاستثناءات ما نقول انهم ملائكه. فهم ثم الطلبه ثم الطلبه اللي للاسف طبعا لا الاستثناء الذي يؤكد القاعده، فهم الطلبه اللي بعض يعياوا يندمجوا في بعض من الشرائح من المجتمع التونسي اللي ما يحت حتى فهمتي ويكردوا طريقه اخرى، وذوك الرابطه ما تبقى الحاله ترجعهم تردهم لرشدهم، ولكن في النهايه الرابطه ليست وصيه عليه فهمتي، وفي النهايه ما مشى هو ماهين عاد ما جاري فاكسيني معناها تخطى 18 وحتى السفاره قاع ما هي وصيه عليه. السفاره عاد ويلطي عود مشى لا واصي على راسه اللي واصي على راسه نفسه يمثل وسط. فما اللي مثلا قلت لك بعض المسلكيات مثلا تتنافى مع الدين ولا تتنافى مع العرض، هذا من ناحيه. فما الصلي عكسهم اللي طيبين وكل شيء لكن عنده البداوة اللي عندنا، كيف مثلا يعضل بعض التصرفات في المطار والله في كذا. نحن فهم عندنا دائما المعتمين والحجاج والطلاب البعض منهم جدد مازالوا هالك قاعد على الدص في المطار، شنو تصرفات الكلام الفوق الكلام الفوق في التلفون وبعض المسلكيات كيف. لكن على العموم التوانسه يقولوا عن الموريتانيين عاقلين، عاقلين يقولوا هم ما هي العقل، عاقلين معناها مؤدبين، يقول لك عاقل بشكل عام يقولون يقولون انتم والسودان لا ما زالت عندكم بقيه اخلاق ما تات عند الاخرين. ما هي لقاع البداوة انهم ما زالوا عندهم تمسكين باصالتهم كي مثلا قيم كاين يكسحوا من شي كسح ما زالوا، والنساء النساء اللي يشوفهم غالبا ساترات فهم حياه هم اللي بعض اخلاق بعض الاخلاق العرب القديمه كثير كرام ونوع هم فهمتي اذا ما زال يجبر عند يعني الغالبيه. فهم ومن ناحيه من ناحيه التمثيل الطلبه الموريتانيين اللي يقيسوا تونس غالبا هم ماجورات من روحهم ودائما يتفوقوا بارك الله. يتميزوا الموريتانيين، هاي نقطة مهمة. أنا قاعد كذا نعود جهود التونسي شوي عن الآخرين اسمح لي. يتميزوا في الخارج تبارك الله. هاي رواية ملاحظة حتى في المسابقات الوطنية هون أن أهل تونس دائما يقبضوا حتى مسابقات التبريز اللي عاقبنا على نسختين متتاليتين ينشحوا فيها موريتانيين طلبة خريجي تونس أساتذة التبريز في الرياضيات نسختين متتالبات يقبضوها أهل تونس. وفي الطب دائما هم اللي الاخصائيين يجوا مولودين يعني فهم الناس اللي تمثلت بارك الله فهم تميز باحثين مميزين جدا ما يتعلق بالطلاب الموريتانيين في المغرب من دراسه على ذكر الاساتذه المبرزين راني مهن باط الموريتانيين بمناسبه تفوق الاساتذه المبرزين الموريتانيين العام الماضي في المغرب. المركز الاول كان من نصيب موريتانيا في الاساتذه المبرزين اللي في الرياضيات اللي مكلفين وبالمناسبه خريج تونس للامانه مختار اهل تونس دائما طبعا الطلاب الموريتانيين دائما في ماتياها من متفوقين دائما يمثلوا البلد احسن تمثيل خصوصا عن الموريتاني قد انا قاعد نقول لك عن الموريتاني عنهم اذكياء مقارنه مع الطلاب مع الطلاب الاخرين انا ملاحظها من خلال الطلاب اللي قالوا معي فهم ذكاء فهم فهم ذكاء موجود عند موريتاني مو موجود عند الطلاب الاخرين. الوقت عاد وافي الاستاذ الحافظ المهاب رساله تقدر توجه للطلاب بصفه عامه خصوصا اللي كيف انهم قابضين بك وواعدين الخارج والله ذوك اللي عنده الماستر اليوم عشان يكمل. طيب كخلاصه نعطيهم للصوصه كاع الجدد ويسر القدامى على بالنسبه للجدد اللي نبدا بهم على انهم يعدلوا لا التخصص اللي يجبروا فيه ذواتهم. ما فرض عليك اللي عاد بوك طبيب انك تفرض انت انك تعود طبيب ولا مهندس. كم من طبيب فرصه ولوا على الطب وتم يعاود يحسب فيه هذا نقاس المحاسبه تفوق فيها تميز على كذا. هذه اولا. ثانيا المحافظه على اخلاق من مشاو بها موريتان طبعا يقدر يدور لها بصمه مدنيه شوي يا غير بعد الاساس يتم محافظين عليه به اللي هاي المجتمعات ماديه حتى والجانب الروحاني فيها ضعيف جدا فهمتي وبالنسبه للقدماء اللي فهم
التركيز طبعا على الهدف الاسمى اللي مشوا من اجله وهو تحصيل العلم، فهم طلبة تبارك الله عليهم يمثلوا يواصلوا اللي كانوا فيه طبعاً ماشيين فيه. طبعا موريتان ما زالت بالنسبه لهذا مثلا عاد دكتوراه، فالبحث العلمي ما زال موريتان افاق قليله، تعرجنا على اخبار قبيل الذكاء الفطري عند موريتان دائما يتميزوا في المجالات اللي كيف الرياضيات اللي ما تتطلب اكسبيريمونتاسيون تجربه، بدل لماذا؟ لان ما زالوا عندنا هون المخابر ناقص ياسر، وما زال يرجع قاع ذاك اللي قرا واعي اللي تلي يجبر ارضيه مناسبه للتطبيق. قال لا نتفائل وتوفي على انه ان شاء الله في القريب. عبد الرحمن اضافه ايضا كلمه توجهها انتم للطلاب رسالتك انت. نوجه رساله اولا لاتحادات الطلاب الموريتانيين في الخارج. عنهم بعد ما تخطيت عنهم 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 التحقوا بنا في الجهد اللي عدلنا هذا العام. وعنهم العام الجاي عنا راشين كاملين عنهم التحقوا بنا ياك نعدلوا صالون توجيهي احسن. وبامكانيات اوفر ما شاء الله، وطبعا نسخه افضل ان شاء الله نسخه افضل، ونعدوا نقدروا نشاوبوا عن اسئله الطلاب اللي ما قدرنا نشاوبوا عنهم العام به اللي في دول ما كانوا متاحين حضور فماتيه ان شاء الله، وتقبلوا بعين الاعتبار هم اللي التلاميذ اللي يمكنهم ونجحوا بك بهم اللي هم اولويه يلاهم يعودوا ياسر منهم يحتاج ياسر من طبعا دائما هم اولويتنا بيد واحد شد شامعه دائما يطب على البحث حد دائما في الباك ما تجبر لك قريب تلميذ تجبريه في باك يقبل 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 التمارين من الانترنت وهذا، بينما اغلبيه الطلاب الجامعه يعتمد على الانترنت في البحث وعاد طبعا الانترنت فيها الاجوبه عن اغلبيه الاسئله راجي ان شاء الله على نسختكم القادمه تعود افضل ان شاء الله، ويقدم صالون التوجيه الموحد للطلاب جميع الخدمات اللي ذكرتوا للطلاب الموريتانيين الخارج حياه. شكرا جزيلا لكم الاستاذ عبد الرحمن والعيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبه والمتدربين بالمغرب، شكرا جزيلا على الردود الشافيه والوافيه اللي اعطيتونا حول الموضوع، شكرا جزيلا لك الحافظ المهاب رئيس رابطة الطلاب والمتدربين بتونس على هذه الردود الشافية. شكرا. وصلنا لنهاية الحلقة، ما بقى لنا ما هو نوادعكم مشاهدينا الكرام على أمل نتقاو بكم إن شاء الله قريبا. كل الشكر للطاقم الذي أشرف على هذه الحلقة، وهي تحياتنا والسلام عليكم.